مايرك دجمدا عيري جابو إسماعيل حاج نور يقار كمدا أحل دبانة دقولها الدجان كدجمدا عيري جابو أي تعسيو دري قويسكي قرابدي يقرن كيو كجير يودي الله نحرستي مرحوم حل دبان عبد الرحمن محمد تليان له وابني مدي حال كو جير يودي عسبيتال كويا لدل كهندية هل كاسو حل دبان كو تجي حالة عافمات وحنا والله نحرستي مرحوم كو كمدا أحل دبانة دقولها وكيلة الصوماليلان جارها نكو الله قصو دورتو قبل كسناج إن الله وإن راجعون كل نفس دائقة الموت وحن تعسيدا ترايادا ودرينا قريد وقريودي عبد الرحمن محمد تريان لي وها نين عروس ومانتا درك كبحي إلهي وحن برينا إنو شلدي شانت الفردوس قيو قرنك يوم مدى يرغير قابو وحن الله يقبر لنا وحرون وبدلو سمير إيمانك السيو أحمد محمد محمود طليني قرنك شمال لين يو لما انضت كيو كبحي وعروج سكوشر تو حاسك سكوشر مريان شاع إلهي سمير إيمانك السيو إلهي سقنا تشلني فردوسيها قليو قبرك هو واسعيو وحن هل كان تحسي تيراني يلا وقدرينا قويسكي عبد الرحمن محمد تليان له وكجير يودي يقرن كرير سمال الآن يمد غير سنة ويدنا وها نوي نعانا وما أنت آدي آد أن وحساب تمن شري غير سنة لنعكس تبها أهاته وحلان هاي إلهي إلهي سمير إيمان هاي نقصي يدمانتين وحنو هل كنت حسيت إيران يلا وقدرينا ehelkii iyo qaraabadii iyo dhammaan ummadda reer Soomaaliland gaar ahaan gobolka Sanaag ee uu ka soo jeeday marxuun Cabdiraxmaan Maxamed Haliyanle oo ku geeriyooday dalka Hindiya waxaanu leenahay Ilaahay samir iyo iimaan hayna ka siiyo dhammaanteen ehelkii iyo qaraabadana waxaanu leenahay Ilaahay subxaanahu wa ta'aala ha idinku bedelo wax xaar qaba samir iyo iimaan Ilaahay idin ka siiyo nahay baarlamaanka Soomaaliland oo dhan reerkii qaraabadii ehelkii samriye iimaan ilaahay naga siiyo jannadana allah waafaj marxuun cabdiraxmaan maxamed talyanle iyo bulshada uu ka baxay reer soomaaliland gaar ahaan xaaskiisa iyo caruurtiisa ilaahay waxaan uga baryayeen jannada firdowsa ilaahay uu geeyo albaabada inuu balaqo wuxuu ahaa nin islaam ah mar hadii marxaatiga loo furo ilaahay inuu jannada u waasiciyo inna lillaah wa inna ilayhi raajicuun عبد الرحمن أحمد إلسر ستار تيفي مقالة عرقابو.